الحلقات ديال رمضان كيف ما قلت لكم هما حلقات ديال لي زاتولي، غادي نصوبوا شي حوايج باش يكونوا الحلقات خفاف. دونك خليكم معايا اليوم، غادي نصوبوا واحد لوستر، يعني واحد تري بور لي شومبر دونفون على شكل مونغولفيير. دونك اللي خصنا هاد لابول هذه ديال الكاريت رخيصه بزاف، كتسوى واحد 30 درهم، كاينه الكبيره والصغيره. بيان سور خصنا اون كورد ولا هكا دي روبون على حسب اللون. انا اليوم استعملت دي كولور نوتر باش نستعملوا هادي فين ما بغينا هي الاولاد يا البنات. كذلك لاكول ديال النجار، مقص، هادو دي تروك ديكوراتيف ديال التريات اللي كيكونوا شايطين. اللي ما عندوش راه ماشي مشكل، يقدر ياخذ غير ان نو ولا ياخذ واحد البابيون ولا يصوبوا الراس وهكا بان روبون، ماشي مشكل. وانا غادي نستعمل في هادو الريش، ريش بيض. كاين الا بغى يستعمل ريش في شي لون اخر ولا كاع ما كاينلاش. خاصنا هكا سليلات ديال القصب، راه كيتباعوا رخاص بزاف، كاين الكبير وكاين الصغير بيان سور على حسب لابول القياس ديالها دونك اللي غادي تمشي معاها. دونك هكا هادو هما اللي غادي تخصنا باش نستعملوا نصوبوا هاد لابول ديالنا. راه ساهله ورخيصه بزاف وكيكون لو موديل زوين. دونك اللي ما ابونيش يتابونا، لايك بارطاج كيف دائما، وخليكم معايا باش تتبعوا الحلقه كيفاش غادي نصوبوا هاد لا مونغولفيير. غادي نبداو ان شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا، حلقه جديده من رمضان. لي زاتولي اليوم كيف قلنا هما لو لوستر، غادي نصوب واحد لو لوستر بوغ اونفون، يعني باشياء بسيطه. راه على حسب بيان سور التكلفه ديال كل واحد، يعزل شنو بغى يدخل فيها. راه الاقل ما يمكن هي الكورده رخيصه، ولا هكا لي روبون ديال الساتان اللي تيكونوا حتى هي ارخص حاجه. دونك انا اليوم عزلتهم بجوج، غادي نستعملهم بجوج باش كومسا نقول لكم كيفاش تستعملوهم اللي ما عندوش الكورده ولا اللي ما عندوش لو روبون. دونك ناخذوا لابول ديالنا، غادي نخدم شويه هكا بجنب حيت كبيره باش ما نغطيش. دونك لابول ديالنا غادي نبداو كيف ما شفتيو فيها هكا واحد الحديدات، دونك هي بحال دايره لنا لو تراساج ديالنا. دونك اول حاجه غادي نبداو ناخذوا مثلا هاد لاكورد ديالنا، غادي نجيو غادي نبداو نلصقوها هكا من الراس الفوقاني. غادي نجيو وغادي نلصقوها هكا وغادي نهبطوها حتى لتحت. دونك غادي نجيو كيف دائما انا عندي بيان سور لو بيستولي ديال السخون، ساهل. دونك غادي نجي وغادي نلصقو بحال هكا لاكورد ديالنا. دونك غادي نجيو بحال هكا وغنتبعو لو تراساج عادي من هنا لهنا، وغادي نجيو عاوتاني وغادي نلصقوها هنا لتحت. دونك شويه ديال لاكول غادي نديروها بحال هكدا، وغادي نجيو نحطو القنبه ديالنا. دونك نبركو عليها واحد شويه كيف قلت لكم راه سخون. دونك بحال هكا. دونك انا غادي نمشي غادي نكمل لابول كامله، ومن بعد غادي نتلاقاو باش نشوفو لا بروميير بارتي ديال هادي ديال لي كورت. دونك كيما شتيو انا كملت لصقتهم كاملين على هاد الخطوطه من الفوق ومن التحت بهاد لاكورد. دونك دابا غادي ندوزو غنمشيو هكا الدوره ديال لو بالون. دونك مثلا في هاد اللي قبل من الوسطاني غادي نجيو اللي تحت من الوسطاني، غادي نجيو غادي ناخذو لاكورد ولا لو روبون بيض. انا غادي ناخذ لاكورد وغنجيو غادي نلصقو مثلا من هاد النقطه لهاد النقطه فاش درنا القنبه ديالنا، غادي نجيو غادي نلصقو بحال هكا، غادي نديرو بحال هكا دي هكا واحد القنبات هكا دايرين على طول هادي. دونك غادي نبداو غادي نديرو ساهله، غناخدو لاكول ديالنا غادي نجيبوها فين حطينا هذيك لاكورد الاولانيه ولاكورد الثانيه الخط الثاني. غادي نجيو غناخدو القنت الاول، غادي نجيو غادي نحطوه هكا غنلصقو على ما يلصق واحد شويه، وغادي نجيو بحال هكا حتى العاوتاني لا بوند الثانيه، وغادي نجيو غادي نلصقها بحال هكا نخليوها شويه بومبي، عاوتاني نبرك واحد شويه على ما تلصق بحال هكا، ونمشيو عاوتاني نهبطو عاوتاني لو بوين الثاني، عاوتاني نديرو لا كول بحال هكا، عاوتاني نجيو بيان سور هاد الباندات هما اللي كيعطيونا العبار ديال باش نهبطو بلا كورد باش يجي القياس هو هذاك. دونك نوقفو واحد شويه بحال هكا على ما تنشف واحد شويه، بحال هكذا. دونك غادي نبقاو غادي نمشيو معاها على الدوره كامله، وخليكم معايا غادي نكمل انا هاد الدوره ونعاود نشوفو ليطاب اللي من بعد منها. دونك سالينا كملت الدوره ديالي، دونك غادي نقطع الكورده ديالي
كارطون بحال هكا لصقنا هذه كامله. غادي نجيو غادي ناخذ دابا لو روبون ديالنا البيض وغادي نجيو غادي ناخذوه مثلا من هذه النقطه هذه غادي نلصقوه وغادي نخليوه طويل باش نلصقوه مع السله ديالنا. دونك غادي نجيو عاوتاني نديرو الشات ديال لاكول نلصقو لو روبون ديالنا البيض نخليوه بحال هكا طويل هو اللي غادي يشد لينا في السله ديالنا. دونك انا غادي نخدم بسله صغيره يمكن لكم ديروا السله الكبيره حتى هي الا بغيتيو لوستر كبير. انا غادي نخدم غير بالصغير ومن بعد غنقول لكم تبدلوه. دونك غادي ناخذ مثلا هاد العبار بحال هكا حتى الوسط غادي نجيو نخليو قد هاد الطول مثلا غادي نقطعو لو روبون ديالنا ناخذو لا ميم ديستانس لا ميم ديستانس عاوتاني غنعبرو به بحال هكا نقطعو لا دوزيام عاوتاني نقطعو الثالث باش يجينا نفس العبار. دونك خليكم معايا انا غادي نقطعهم ونعاود ثاني نتابعو نشوفو كيفاش غادي تكمل. دونك كيف ما شفتيو انا زدت زينتها بهاد لي بليم. دونك ساهلين كنجيو ناخذو لاكول ديال النجار كنجيو كنلصقو بحال هكا تندهنو وكناخذو لا بليم ديالنا وكنلصقوها بحال هكا من الفوق. دونك انا درت بحال هاد لابارتي هادي الفوقانيه وزدت هنا في هاد القنوته هادو زدت في كل وحده زدت اون بليم. دونك تنجي تندهن ساهله كندهن هكا البلاصه ديالي كناخذ لا بليم ديالي وكنحطها كتلصق. دونك انا عزلت غير في كاع البلايص وهادو اللي دوينا عليهم في الاول درتهم بين وبين. دونك حطيت وحده هنا وحده هنا. اللي ما عندوش هادو كي قلت لكم يقدر ياخذ غير واحد ان روبون ولا واحد البابيا يجي ويغطي به هذيك البلاصه ديال لاكول. دونك انا لصقت هادشي كله هذا هو الريزلت. دونك كيف ما تتشوفوا بحال هكذا. دونك اللي بغى يزيد يزيد اللي ما بغاش يزيد ما يزيدش. من بعد خديت لو روبون اللي لصقنا في الاول هذاك البيض وعقدته مع السله ديالي هنا لتحت باش يجي لو ريزلت بحال هكا تجي مونغولفيغ. دونك ساهل هذا كنخشيو غير الاخر ديال الروبون اللي درنا كنجيو كنعقدوه في السله ديالنا. انا عزلت سله صغيره كاين اللي بغى يعزل سله صغيره راه ممكن غادي تجي غايجي لو لوستر بحال هكا كبير. انا عزلت غير صغيره اليوم باش نوريكم لو موديل. دونك اللي بغى الكبير ياخذ الكبير اللي بغى الصغير ياخذ الصغير. دونك هذا هو لو ريزولطا بحال هكا تيجي. كيف قلت لكم بغيتيو مازال هادو لي بياس تزيدوهم هنا نزيدوهم بغينا نزيدو غير حتى هو نقدروا نزيدو هنا. انا غادي نزيد في هاد السليله هذه غادي نزيد مثلا هادو غادي يبقاو ليا شاطو ديال واحد ثلاثه غادي نعلقهم غادي ندير مثلا انا غير جوج راه فيهم بحال هكا بحال واحد لابانس تاع الحديد غادي نجيو غادي نكروشيوها في التوب عادي غادي يجي يتكروشا بحال هكا. دونك انا غادي ندير مثلا غير جوج غندير جوج هنا ديال هادو ديال لي لوستر بحال هكا وغادي نجي غادي نلصق جوج ديال الغيشات يعني في كل بلاصه. غادي ناخذ بحال هكا لاكول ديالي وغادي نجي ندهن التسليله ديالي بحال هكا غادي نجي غادي نحط هكا غيشه هكا تلصق دغيا دغيا بحال هكا. دونك غنجي انا لهاد لابارتي عاوتاني ندور هادي بحال هكا غادي نجي ناخذ هكا لاكول ديالي وغادي نجي نلصقها فهاد لابارتي هادي. دونك تندهنو هاد لابارتي اللي غيكون فيها غيش كناخدو الغيشه ديالنا وتنجيو كنحطوها هكا فوق لاكول هكا تلصق دغيا. دونك هذا الريزلت ديال السليله ديالنا. انا خلطت فيها هكا لو روبون دخلت فيها الريش ودخلت فيها هادو لي شاطوليا. دونك خليكم معايا انا غادي نعلقها لكم وغادي نخشي لكم فيها واحد لو جوي باش تشوفوها معلقه وشاعله. دونك هذا هو الريزلت ديال لا لامبلي صوبنا اليوم بور شامبر انفون هكا مطفيه. كيف ما شفتيو هنا نقدروا نحطوا هكا دي بوبي نخشيوهم في هاد السليلات ولا نديرو دي ليفر الا كنا غنصوبو وحده صغيره نقدروا نحطوا وحده في كل كوتي. دونك هذا هو الموديل مطفيه بحال هكا ومشعوله هذا هو الريزلت. نتمنى
كنتمنى ان هاد الفكره تكون عجباتكم وهاد لاتيلي يكون فادكم باش تصوبوا هكا دي لامب انفون هيفي ديكوم بدي تروك اللي عندكم في الدار. راه ما غاليش بزاف هاد السله، راه كتسوى 10 درهم، هذه راه كتسوى 30 درهم، وكيبقاو لي زاكسسوار اللي عندكم في الدار تقدروا ديروه. شكرا على التتبع ديالكم، مبروك رمضان مره اخرى، وخليكم معايا في الحلقه الجايه في لاتيلي جديد ان شاء الله. واللي ما مابونيش يتابونا، لايك بارطاج كيف دائما، وخليوا الاسئله ولي كومونتير ديالكم. شكرا والى اللقاء في الحلقه الجايه ان شاء الله.